على المقاعد الدراسية يرسم الطلاب أولى خطواتهم على طريق التميز العلمي، فبمشاركة 37 طالباً وطالبة من الناجحين في التعليم الأساسي انطلقت اختبارات القبول في المركز الوطني للتميز في محافظة الحسكة. هؤلاء الأبطال الذين بيد ماسكين القلم وأهل بيد ثاني حاطين على الزناد، هذا التميز وهذا الاستعجاب في التميز، هذا بدل على حالة معنوية وحالة أنه نحن انتصرنا. هؤلاء الطلبة الذين نراهم الآن يقدمون الامتحان، أخوانهم وآبائهم يقاتلون في الجيش، في صفوف الجيش العربي السوري. هذه سوريا، سوريا بلد الحياة، بلد التميز، بلد الانتصارات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. اختبار المرحلة الأولى للقبول لمدارس المتميزين، هناك شرطين يجب أن يحقق الطالب لدخول إلى الاختبار، أن يحصل على مجموع قدره 85% من المجموع العام، وأن يحصل في مادتين الرياضيات والعلوم أيضا على مجموع 85% من مجموع المادتين. الطالب يتقدم للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة اللي هي القبول النهائي لهذه المدارس. مدة الدراسة في هذه المدارس 3 سنوات، بعدها يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة للمتميزين، وبعدها يتابع دراسته في المواد التخصصية الخاصة بمدارس المتميز. الشغف والحلم بوابتهم نحو تحديد ميولهم وبصمة إبداعهم العلمي، فيما بقي هدفهم استمرار التميز والإبداع في سوريا بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري. مثل ما الجيش عم يحارب الإرهاب، نحن بالقلم عم نحارب الإرهاب. مشان أتقدم على مركز وطني المتميزين وأنمي مهاراتي وأطالع طاقاتي. هي فوت مدرسة المتميزين مشان نقول ذهب للإرهاب، نوصل رسالة إنه بدنا نرجع نعمل سوريا. إحنا لازم نقول للطلاب كلنا إنه يدرسوا، لأنه مشان نساهم بأعمار البلد وإنه الإرهاب ما عم يأثر علينا. هو الحلم الذي يرسم الخطوة الأولى في طريق الألف ميل نحو بناء عقول متميزة لتكون بوصلتنا نحو إعمار سوريا واستمرار تطويرها.